انت عارفه ان كل ما واحده دلوقتي تحب تتخانق مع جوزها ولا خطيبها تروح مشغله له المشهد بتاعك انت وعادل امام في اللعب مع كوبا؟ ده ترند يا ماما. بتتكلمي في ايه؟ مشهد استاذ عادل امام ده تاريخ. انت اتضربتي بجد؟ بجد وانت ما انتش شايفه ده انا عملنا بروفا جنرال. وبعدين لقيت قلت له بص يا استاذ عادل معلش يعني لا هنضرب انا يعني. قال لي عايده انت رياضيه؟ قلت له خلي بالك. قال لي قلت له نتحد عشان هو كان وان شوت بصراحه المشهد. بجد يعني اتضربته بجد؟ لحد ما اترميت على الترابيزه كان وان شوت. كان مرعوب مني. قلت له انت عارف الشلوت ده مش يعني حصلت اصابات بعد المشهد ده؟ لا 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 احنا عملنا عليه بروفا جنرال. استاذ عادل امام ده يعني اسطوره يعني. عمل البروفا جنرال معايا وانا طبعا جديده يعني وبتاع. فقال لي بقول لي اهدي عايزه انت رياضيه وفرقه قوميه تعملي لي لا. فيعني كنت بقاوم معاه يعني. لو كنت سبته كده من غير ما صد كان زماني متقطع. ده شني الشيله الاخيره بتاع الحمد لله الستوب على هنا. لما بتتفرجي على الفرقه القوميه دلوقتي او فرقه فنون شعبيه وتشوفي كده ان الرقص كده ما بقاش فيه الروح بتاعه زمان وغيركم برضو يا استاذه عايده بتقولي ايه؟ ايه النصيحه اللي بتقولها لهم؟ لا لا انا عامه لما بشوف الفرقه القوميه او فرقه رضا فرقه شعبيه ببقى الحنين كله لان دوت بدايتي وحبي وحياتي كلها. لا